سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيه الصفه مع الشمس في جل النواحي في الاحياء ديالنا، ما عدا في المنطقه الشرقيه والمناطق القراب لها فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي الفلاحيه ديالنا، والقوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه وبسوس وبالخصوص السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 55% في جل المناطق، ما عدا في لوكوس الريف عبده والذهب فاش غادي توصل ما بين 55 و80%. الحراره وسط النهار غادي تطلع بشي درجات على ديال البارح، 24 درجة في الريف، 25 درجة في المنطقة الشرقية، 26 درجة في اللوكوس عبدة والذهب، 27 درجة في الأطلس المتوسط، 29 درجة في ناحية سايس، 30 درجة في الشاوية، 31 درجة في دكالة، 32 درجة في الغرب، 34 درجة في تافيلات والساقية الحمراء، 35 درجة في الحوز سوس وناحية الضرعة، و36 درجة في ناحية تادلة. إذن الحال صافي ولا غالبيه الصفا مع الشمس في كل النواحي الفلاحيه ديالنا. الريح شرقي وبقوه ما مجهده شويه الا في السهول الغربيه والسواحل الصحراويه، والرطوبه هابطه عامه، والحراره طالعه شويه وسط النهار في بعض النواحي الوسطانيه والمناطق الشرقيه والجنوبيه كذلك. وهذا الطقس غادي يشجع التكاثر ديال عده انواع ديال الحشرات، بحال بالخصوص حشرات المن اللي تيكمش الوريقات وتيهلك حتى النواره اللي عاد سايره تلقح، وهذا علاش لازم الاحتياط منه بكل وسائل المرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله يزيد يرحمنا.